أهلا بكم مشاهدينا، ننتقل الآن مباشرة إلى باريس لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يجمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. إلى هناك. بالطبع ملف السلام والعافية إسرائيل كانت في قلب حوارنا، وقلت للرئيس عباس أنني لست موافقا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وأكدت على تمسكنا بالقانون الدولي وضرورة إطلاق عملية سياسية وضرورة إيجاد حل سلمي ومستديم لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا السلام لن يتحقق إلا بالمفاوضات بين الطرفين التي يمكن أن نسهلها ولا يمكن أن نجعلها مكان الطرفين. وأود أن أقول هنا بكل وضوح، ليس هناك خيار بديل لحل الدولتين، ولا يمكن أن نحقق هذا الحل بغير اتفاق بين الطرفين حول القدس، كما رأينا في الأسابيع الماضية خلال اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. تطلعات ومطالب الشعب الفلسطيني تجد صدى قويا لدى الرأي العام العالمي، ويجب أن يعيش الفلسطينيون في حدود واضحة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين. أود أن أشكر السيد عباس لجهوده من أجل التهدئة، ومنذ البداية نادى الرئيس عباس للهدوء، ونحن نندد بكل أشكال العنف من أين أتى. نحن سنقف إلى جانب فلسطين في الأشهر القادمة كما فعلنا في الأسابيع الماضية في بروكسل وإسطنبول، ونيتنا أن نواصل الحوار على أساس عمل بناء مع إسرائيل. وهذا ما جعلني عندما التقيت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، ما جعلني أن أطلب منه أن يقدم مبادرات شجاعة لاستئناف المفاوضات. وأظن أن دور فرنسا يكمن في من جهة التمسك باستقرار وأمن المنطقة، وأمن ومكان الفلسطينيين وأمن إسرائيل أيضا. وطلبت من السيد نتنياهو أن يساهم في إنعاش المفاوضات، وطلبت منه هنا أن يضع حدا للمستوطنات، وهذا ما يقوض أي سيادة فلسطينية ويقوض أي أفق سياسي للمصداقية. وهذا الأفق السياسي يرتكز أيضا على عملية المصالحة الفلسطينية، وهذا ما تحدثنا عنه أيضا مع فخامة الرئيس، ونولي أهمية كبيرة لهذه العملية، وأعرف الجهد الكبير الذي تبذله لهذه العملية. وباريس حيت اتفاق القاهرة بين فتح وحماس، ويجب أن تتواصل هذه العملية لاستعادة سلطة فلسطينية حقيقية في غزة، وهذا الالتزام بالسلام شيء جوهري في الفترة التي نعيشها. وأعيد النداء إلى التهدئة والإحساس بالمسؤولية للجميع، لا سيما في البقاع المقدسة، خاصة وأننا نشيك على الاحتفال بأعياد دينية. هذا النداء للمسؤولية والسلام يتفق أيضا مع رغبتنا في أن نحافظ على أمل للجميع، أمل حل سياسي في متناولنا يسمح بتحقيق سلام مستديم في شأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي. فرنسا والاتحاد الأوروبي يحاولان البحث عن حل عادل ومستديم. في 12 من يناير القادم سيزور السيد عباس بروكسل، والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية تعمقان علاقاتهما. وفي 2018 سأزور فلسطين وإسرائيل،
لكي نواصل محاورتنا لا سيما بشأن عملية السلام. ورئيس الحكومة ينتقل إلى المنطقة أيضا. وفلسطين وفرنسا ستعززان بهذه المناسبة علاقات الصدق بينهما. أشكرك حضرة الرئيس لحضورك ولالتزامك، وشكرا من جديد لحضورك. Et à cette occasion, la France et la Palestine renforceront leurs liens de soutien et d'amitié. Je vous remercie et merci à nouveau, Président, pour votre présence, votre engagement et merci d'être là. أحب أن أقدم لكم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة وعيد ميلادكم الشخصي، وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في فلسطين في عام 2018، وهذه زيارة ستكون شرفا كبيرا لنا أن تزورونا هناك لتطلعوا على الأحداث وعلى الأوضاع التي تجري هناك، لأنكم قمتم وتقومون دائما بأعمال كثيرة من شأنها دعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها، وعلى المستوى الفردي أي فرنسا وحدها، ثم على مستوى الاتحاد الأوروبي، فكل الشكر لكم، وبخاصة أمس التصويت الذي حصل بالأمس في الجمعية العامة. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنكم سيادة الرئيس بلد الحرية، بلد الديمقراطية، وكذلك أوروبا جميعها تقف إلى جانب الحق والعدل المطلوبين في الشرق الأوسط. أيها السادة، أكدت لفخامة الرئيس ماكرون أنه وبعد قرار الرئيس ترامب بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة إليها، فإن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام، ولن نقبل أي خطة منها بسبب انحيازها وخرقها للقانون الدولي. ما قامت به الولايات المتحدة في هذا الموضوع بالذات جعلها هي تبعد نفسها عن الوساطة، ثم من يقدم هكذا مشروع بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل وينقل سفارته مخالفا لكل القرارات الدولية، لا أعتقد أنه قادر على أن يقدم حلا عادلا معقولا لقضية السلام في الشرق الأوسط. فخامة الرئيس، لقد استثمرت فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي ودول شقيقة وصديقة حول العالم في مساعدة وبناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والفاعلة، يشهد لكم الجميع بذلك. نأمل ألا يتم تدمير هذا الجهد الذي بذلتموه والذهاب به إلى المجهول بسبب الممارسات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل. إسرائيل تقوم بعمل استيطاني في كل الأراضي المحتلة التي اعترف العالم جميعه بأنها أرض محتلة حسب اتفاقية جنيف الرابعة، هي أرض محتلة، لا يحق للدولة التي احتلت أن تنقل سكانها وأهلها إلى هذه الأرض، كما لا يحق لها أن تنقل أهل هذه البلد أو تخرج أهل هذه البلد من بلدهم. هذه هي اتفاقية جنيف الرابعة، المطلوب من فرنسا، المطلوب من إسرائيل عفوا أن تلتزم بها، ولكنها لا تلتزم. يضاف إلى ذلك القتل، يضاف إلى ذلك
مصادرة الأراضي، يضاف إلى ذلك كل هذه الأشياء. وهنا أذكر الطفل الذي قامت أو الطفلة التي قامت إسرائيل باعتقالها عهد التميمي، وهي اسمها مشهور في العالم، وكذلك الرجل العاجز المقطع أرجله والذي يجلس على كرسي متحرك ليظهر في مظاهرة سلمية ويطلق عليه النار ويقتل. أي إنسانية تقبل مثل هذا الكلام؟ سيد الرئيس، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو استثمار في السلام وفي مستقبل مستقر وآمن للمنطقة، وإبعاد شبح العنف والتطرف والإرهاب والحروب عن منطقتنا. وبالتأكيد الكل يعرف أننا من الجهات الرسمية في العالم التي تحارب العنف والإرهاب في كل أنحاء العالم، ونحن لنا اتفاقيات مع 83 دولة في العالم من كندا حتى اليابان تحت هدف واحد، وهو محاربة الإرهاب، لأننا نريد الوصول إلى الحل بالطرق السلمية. نحن الذين ننشر ثقافة السلام بدل الحرب، وهذا ما يتمتع به الآن شعبنا. ولذلك تشاهدون كل المظاهرات التي خرجت في الأراضي الفلسطينية كانت مظاهرات سلمية، لم تطلق فيها رصاصة فلسطينية واحدة، بينما قتل كثير من الفلسطينيين. ومع ذلك قلنا لهم يجب أن نكون حضاريين، أن نرد بحضارة. المظاهرات السلمية يجب أن تكون هي عنواننا، ولا أكثر ولا أقل، حتى نعبر عن احتجاجنا، نعبر عن رفضنا لما يجري، ولا يمكن أن نستعمل السلاح أو غيره. كذلك نحن مستمرون في عملنا السياسي في كل أنحاء العالم. يضاف إلى ذلك كما ذكر فخامة الرئيس المصالحة الفلسطينية التي بدأتها مصر. أنا أعرف أنها صعبة، وأعرف أنها أمامها عقبات كثيرة، ولكن نحن مصممون على الوصول للمصالحة لإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني. هذه الوحدة هي مصلحة وطنية فلسطينية، ومصلحة للإقليم، ومصلحة للعالم. نريد كل الشعب الفلسطيني أن يكون في بوتقة واحدة، في دولة واحدة، داعية للسلام وليس داعية للحرب. نحن نريد السلام مع إسرائيل أولا. إسرائيل جارتنا، نريد أن نعمل سلاما معها ونعيش بسلام معها. وعندما يحصل السلام بيننا وبين إسرائيل، هناك 57 دولة إسلامية كلها مضطرة أو راغبة أن تقيم علاقات مع دولة إسرائيل بعد أن يوقع السلام بيننا وبين إسرائيل. فخامة الرئيس، مرة أخرى عيد ميلاد سعيد، وعيد ميلاد شخصي سعيد، وسنة جديدة حلوة، وكل عام وأنتم بخير، ونحن نثق بكم، نحترمكم، نقدر دوركم، نتأمل منكم الكثير الكثير، ونحن وأنتم عند حسن ظننا إن شاء الله. شكرا. الرئيس ماكرون نشط في الأشهر الماضية في العربية السعودية بين الأكراد. إذن مشاهدينا، كنا في متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في زيارة يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس. إذن خلال هذا المؤتمر جدد عباس تنويهه وشكره للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على دعمه للشعب الفلسطيني، وشكره أيضا لصالح التصويت لصالح فلسطين في مجلس الأمن الدولي وأيضا للجمعية العامة.
Qu'est-ce que vous attendez pour prendre, en coordination peut-être avec vos partenaires européens, une initiative pour justement sortir de cette impasse? Est-ce qu'au nom de la France, vous êtes prêt à reconnaître l'État de Palestine, comme certains l'ont demandé dans le passé, Laurent Fabius, ou le demande aujourd'hui? À Mahmoud Abbas, je voudrais lui poser la question. في الخطة الأمريكية لا نرى ملامح بوضوح. المنهجية ليست ترددا. يمكن أن ننتقد لعدة أمور، لكن من هذه الانتقادات لا يمكن أن نذكر التردد أو عدم تحمل المسؤولية. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا لكي ننظم عملية سياسية دبلوماسية فعالة عوض أن نتسرع وندلب رأينا، وهذا ما يضمن الفعالية والاستدامة. اتخاذ قرار اليوم بصفة أحادية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل هذا سيؤثر بصفة فعالة على الأوضاع التي نحن بصددها؟ لا أظن ذلك. لماذا؟ لأن هذا سيكون رد فعل على قرار أحادي آخر في المنطقة، ولا أود أن أربط خيار فرنسا في شأن هذا الملف المهم بقرار الولايات المتحدة بشأن القدس، فإن هذا سيكون خطأ يتمثل في تبديل مسألة لا نستطيع حلها في المنطقة، والحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إذن قرار أحادي من وجهة نظرنا سيكون خطأ آخر حتى وإن كان معارضا للقانون الدولي. من جهة أخرى وفقا للدبلوماسية الفرنسية، قلت أن الحل سيرتكز على حل الدولتين، وهذا بالطبع في نهاية المطاف سيؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مرحلة معينة، ونحن نجتهد من أجل هذا الهدف، ولكني سأفعل هذا في الوقت المناسب وفي الوقت الذي سيكون فيه القرار مفيدا لبناء سلام على الميدان، وليس بالتسرع كرد فعل. عندما نختار طرفاً على حساب طرف آخر، فإن هذا سيقوض أي دور وساطة. وسمعنا ما قاله الرئيس الفلسطيني، نحن أصبحنا لا نثق في الأمريكيين، والأمريكيين اختاروا تهميش أنفسهم، ولا نريد أن يحدث هذا لفرنسا، ونحن نلعب دور الوسيط ونتحدث مع الجميع، وهذا ما رأيناه خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية. نحن نتحدث مع الجميع بدون إعلانات صاخبة، ونحن نعمل لكي نتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن لن أتخذ القرار تحت ضغط لأوضاع خارجة عن الدبلوماسية الفرنسية أو خارج الزخم لبناء السلام في الميدان. Mais je ne le ferai jamais sous la pression des situations qui sont extérieures au choix de la diplomatie française ou aux dynamiques pertinentes pour construire la paix sur le terrain. أنا أقر بأن فرنسا تعمل أو تقوم بدور فعال وهادئ في عملية الشرق الأوسط، هذا من جهتي. أما بالنسبة للسعودية، فالسعودية كما تعلمون جميعا ونعلم جميعا أن علاقاتها قوية منذ الأربعينات مع أمريكا، ولا توجد بينها أي مشاكل. والحقيقة القضية الوحيدة تكاد تكون الوحيدة التي بين السعودية وأمريكا هي قضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية ليست قضية لفلسطين وليست قضية للعرب، وإنما هي قضية للفلسطينيين وللمسيحيين والمسلمين في كل أنحاء العالم. وبالتالي السعودية تدعم
الحلول الخاصة بالقضية الفلسطينية. السعوديون دائما وأبدا يقولون لنا وهذا مشهور عنهم: ماذا تريدون نحن معكم؟ ماذا تريدون نحن معكم؟ لن نتدخل في شؤونكم. هناك البعض تدخل في شؤوننا، بعض الناس ذهبوا الآن غير موجودين، ولكن السعودية بالذات عمرها ما تدخلت بشؤوننا، ولكن عمرها ما تأخرت عن دعمنا في كل المجالات. هذا هو موقفها. وأذكر أن الملك سلمان قال لي كلمة: لن نحل قضية الشرق الأوسط بمعنى الحل الإقليمي قبل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المرة كررها الملك وكررها ولي عهده. هذه الحقيقة، حقيقة الموقف السعودي. Nous allons prendre une deuxième question. Le président est d'accord. Samir Touani, Annahar. Question pour M. Abbas, pour le président Macron. Siad Raïs, بعد تنديد جميع العمومية للأمم المتحدة بقرار رئيس الإيراني الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس، ما هي المرحلة الفلسطينية المقبلة بعد تأييد 128 دولة لهذا القرار؟ وكيف يمكن مواصلة البناء وتطوير هذا النص؟ ماذا طلب منك الرئيس عباس وماذا أجبت به؟ لا، والسؤال الثاني هو: ماذا طلبتم من الرئيس ماكرون وماذا وعدكم؟ La question au président Macron: qu'est-ce que le président Abbas vous a demandé? Qu'est-ce que vous lui avez promis? نحن دائما وأبدا نتكلم مع الرئيس ماكرون كأصدقاء، وهناك ثقة عالية بيننا وبين فرنسا منذ فترة طويلة، ونتحدث بوضوح وصراحة. ودائما فرنسا تقول: نحن مع الحل السياسي القائم على العدل وعلى الشرعية الدولية، وهذه هي سياستنا، ونحن نقبل من فرنسا هذا أنها مع الشرعية الدولية ومستعدة أن تسير للنهاية. بالنسبة للمية وثمانية وعشرين، مش 122، 128 صوت، وهذا مهم جدا، في 6 أصوات بتضيعاش علينا، حصلنا عليها. بمعنى أننا إذا لاحظتم بدأنا بالأسلوب الدبلوماسي، بدأنا في مجلس الأمن، ثم في مجلس الأمن، ثم في الجمعية العامة مرتين، وهذه الثالثة، وسنستمر في مساعينا الدبلوماسية لنصل إلى حقوقنا. هذه المرة متحدون من أجل السلام. أرجو أن يتعظ الآخرون الذين يرفضون أن لا يؤخذ العالم هكذا، ولا يمكن أن يفرض على العالم مواقف بالمال. المال لا يكفي ولا ينفع، ولا تعطي المال من أجل أن تطالب بموقف سياسي لن يقبل منك أحد ذلك. سنستمر في مساعينا هذه إذا قبلوا بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لنا، وجلسنا على حدود 67 لنتباحث. نحن مستعدون لذلك، وإلا كما قلت أمريكا فقدت أو أبعدت نفسها عن العملية السياسية، ولكن هناك دول كثيرة في العالم كما تلاحظون أيدت موقفنا، دول كثيرة هامة يمكنها أن تلعب دورا من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. لن نخرج عن الأسلوب السياسي، لن نخرج عن ثقافة السلام، سنستمر في هذا الأسلوب إلى أن نحقق السلام مع جيراننا، وقول جيراننا الإسرائيليين، دولة إسرائيل. شكرا. Le président Abbas m'a demandé وأود أن أحييه من جديد بهذه المناسبة، والتزمت بأن
أفعل كل ما في وسعي وبكل وضوح للمضي قدما على هذا السبيل، وفي الأسابيع القادمة سنكثف علاقاتنا عبر محادثات أخرى على مستويات مختلفة من الطرفين لكي نجد حلولا مبتكرة ولكي نعمل من أجل تقديم مساهمتنا في صرح السلام. أنا مقتنع بأنه من الممكن أن نجد حلا في المنطقة حلا لهذا النداء الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني وشعوب أخرى أيضا منذ عدة عقود. الالتزام الذي اتخذته حيال الرئيس عباس هو أن أجتهد من أجل تحقيق هذا الهدف بكل تواضع، ولكن على أساس رغبة قوية وفعالية. شكرا وأعياد سعيدة. C'est d'y œuvrer avec beaucoup d'humilité, mais une détermination, une volonté d'efficacité complète. Je vous remercie. إذن مشاهدينا كنا في متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون. عباس خلال هذا المؤتمر الصحفي نوه بالدور الفرنسي الفعال كما وصفه في إحلال السلام بالشرق الأوسط، وقال إن فرنسا الآن بعد أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر قرار ترامب نقل السفارة إلى إسرائيل، نقل سفارة الولايات المتحدة إلى إسرائيل، انسحبت بشكل تام من العملية السياسية، والولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تعد وسيطا لعملية السلام، والسلطة الفلسطينية سوف ترفض أي مبادرة أمريكية إذا لم تقم على حل الدولتين وعلى القدس الشرقية عاصمة لأي دولة فلسطينية مستقبلية. عباس أيضا شكر إيمانويل ماكرون على التصويت، تصويت فرنسا لصالح فلسطين، سواء في الأمم المتحدة، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن الدولي. وطالب أيضا إسرائيل بأن توقف الاستيطان وأيضا أن توقف قتلها للفلسطينيين، وقال بأن الفلسطينيين خرجوا للتظاهر عقب قرار ترامب بشكل سلمي دون إطلاق أي رصاصة على حد وصفه، وبأن الإسرائيليين والسلطات الإسرائيلية في المقابل جبهت هذه المظاهرات السلمية للفلسطينيين بالقمع الوحشي واعتقال الأطفال والقصر. وقال أيضا بأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أساس عادل لحل الدولتين هو استثمار في السلام في الشرق الأوسط والسلام في المنطقة، ومواجهة أيضا كل نوازع أو نزوع للتطرف في المنطقة. وشدد على أن السلطة الفلسطينية سوف تواصل مساعيها الجادة والهادفة من أجل حل الدولتين ومن أجل تعريف العالم دبلوماسيا بالقضية الفلسطينية، وبأنه أيضا متمسك، أن السلطة الفلسطينية متمسكة المصالحة الفلسطينية. من جانبه مانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قال بأنه لا حل في الشرق الأوسط ولا حل للأزمة في الشرق الأوسط دون مفاوضات جدية ومباشرة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، وبأنه أيضا أكد على هذه المواقف عندما زاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الأسبوع في باريس. وأيضا شدد على أن فرنسا دورها أساسي كوسيط الآن في عملية السلام بعد القرار الأحادي الذي اتخذه ترامب، وبأن فرنسا أيضا متمسكة بأمن واستقرار المنطقة ومتمسكة بأمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين على حد السواء. وطالب نتنياهو بوضع حد للمستوطنات وأيضا الدفع من أجل مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الشرق الأوسط، وأيضا شدد على أهمية المصالحة بين حركتي فتح وحماس من أجل تحقيق التوافق الفلسطيني الفلسطيني. إذا مشاهدينا كان هذا جزءا أو جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الفلسطيني خلال زيارته إلى فرنسا ولقائه بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون. المزيد حول هذه الزيارة ترقبوها في نشراتنا وتغطيتنا اللاحقة. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.